عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اجمل جول في الدنيا؟ وحشتوني قوي قوي. النهارده رجعنا بتصميم بقى جديد قوي وهو حلو. البنات تمام، هو تصميم عباره عن بلوزه تلبسيها تحت جيبه او تحت بنطلون، بس هي بالافضل البنطلون. ليه؟ لان هي تقريبا يعني بتبقى مداريه كل الجسم، فاللي هي محتاجه بنطلون. يعني هي ده موديلها زي الصوره بالظبط عندك، لابساها بالظبط البنطلون. تمام، بطريقه سهله قوي قوي هنعملها. تمام، البلوزه دي طب فيها ايه؟ او نشرحها بسرعه قوي. البلوزه دي المفروض زي ما هي عندك، من اول الوسط، وبتحط ضرفتين من دول. تمام، هي المفروض يبقى مفتوحه، بس انا قفلتها عشان خاطر اوريكي المنظر لما بتتقفل. تمام، وبتبقى عباره عن وسع هنا بتدوق هنا عشان خاطر تداري اي دفوهات عند البطن. ودي بتبتدي من اول الوسط، بعد الوسط لحد تحت. تمام، ومن ده الخلف بتاعها. طيب، وده الامام. طيب، وهنا في ايه؟ هنا في كولا، هنا في كولا زي كولة الجاكيت او الريفر، بطريقه سهله قوي قوي بسيطه. تمام، طيب، وفي برضو ان احنا نعمل لها حردة الكم. ممكن تعمليها كم، ممكن تعمليها قط، ممكن تعمليها نص كم، على حسب ما انت بتلبسي. طيب، هي لو كم او نص او قط هتنفع؟ يعني موديلها هيبوظ او الشكل هيبوظ؟ لا، مش هيبوظ خالص، لان انت اصلا دي بلوزه في الاول وفي الاخر. تمام، فانت حابه تلبسيها مره، حابه تشوفيها بكم، يعني شوفي انت ايه اللي هيليق فيكي اكتر. بس هي البلوزه زي ما هي واضحه عندك ان هي بكم شكلها شيك جدا، وبتلت كم كمان اشيك. فاحنا هنعملها ان شاء الله النهارده بكم بطريقه سهله قوي قوي بسيطه، وهنوريكي ازاي الكولا بتترسم بطريقه سهله برضو. وانا مجهزه البطلون الاساسي اللي هنشتغل عليه ونعمل عليه شويه التعديلات البسيطه. اول حاجه عندنا البطلون الاساسي دي، بنشتغل من هنا على المقفول الامام كله، وبنيجي في الخلف بنشتغل على المقفول. انا اسف، بنشتغل على الامام كله على المفتوح، وتحت ايه في الخلف بنشتغل على المقفول. طيب، ليه الخلف على المقفول؟ لان الخلف احنا عندنا مفيش اي خط خياطه هنا، ولازم ينزل على طول. تمام، فبالنسبه للامام ففي عندنا كولا وفي عندنا مرد بيتعمل، فكل ده بيشتغل. تمام، فاحنا هنا البطلونات بتاعتنا اهي، عشان هي مش واحده البطلونات. طيب، هنا عندنا ده البطلون الخلف واللي شغلته على المقفول، يعني ده هنا مقفول اهو كده، ده كده مقفول. تمام، تمام، وهنا ده مفتوح، هنا ده مفتوح، يعني انا عندي هنا ده مفتوح تمام، مقفول ومفتوح. ده بطريقه سهله قوي قوي وبسيطه. طبعا معلش خط ضيق طبعا اني بحاول استعجل. بصوا بقى، هنا عندنا التعديل الاولاني، هنقص الخلف زي ما هو، والخلف ده انا هقصه في الاخر خالص، وهقص الاول بس اوريكي التعديل بتاع الامير. فانا هعمل التعديلات بتاعتي اللي هعملها على البطلون الاساسي. بالنسبه لرسم البطلون الاساسي، الناس لسه بتتفرج عليا او اول مره تشوفني، في صندوق الوصف تحت كل الفيديوهات ازاي بتعمليها من البطلون الاساسي ده بطريقه سهله قوي قوي وبسيطه، وكل المقاسات من اول مقاس 34 لحد مقاس 50. ان شاء الله هحاول ان انا انزل لكم النهارده 52 كمان، عشان خاطر ايه؟ يبقى كده كورس البطلون الاساسي كله خلص، وكده فاضل لنا بس حلقه واحده من الفيديوهات بتاعه الكم، ناخد بقى بيها مقاسات الكم كلها مره واحده زي ما اتفقنا. طيب، دلوقتي بقى عندنا اي، قبل اي حاجه خالص خالص خالص، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا ريت نصلي على النبي كده كتير، ولايكات حلوه بقى، حلوه قوي يعني كده، وكتروا اللايكات عشان خاطر الفيديو يطلع وناس كتير تشوفه. ولايك يعني اللايكات والتعليقات يا جماعه دي يعني بترفع الفيديو رفعه جامده، يعني فعشان الناس تشوف الحاجات دي وتستفاد بجد منها. تمام، اول حاجه عندنا اول تعديل لازم نتعود عليه، طالما هنعمل كولا يبقى هنشتغل على المفتوح. طيب، بعد اول ده اول حاجه احنا لازم نتفق عليها، طالما في كولا ومرد يبقى هنشتغل على المفتوح. طيب، في ايه تاني؟ في اهم حاجه برده مرد. المرد ده هيبقى من اول هنا كده 2 سم، بس طبعا عشان المقاس انا بشتغله ده مصغر. يعني ايه مصغر؟ يعني انا عاملاه تلت مقاس 34، يعني مقاس صغير مش كبير. تمام، فانا هوصل عرضها 1 سم.
انت طبعا بالنسبه لك عشان هي مقاسك كبير فانت هتعمليها 2 سنتي او 3 سنتي، ده المرد بتاعك انت. تمام. بعد كده هنيجي بقى للكوله، او بالنسبه للكوله بتاعتنا احنا حسب بقى احنا عايزينها قد ايه. فانا هنا هخليها 3 سنتي عرضه. تمام. الاول هنزل خط كده بالظبط، هيجي بقى تحت هيجي فوق، المهم ان هو ايه مظبوط كده، هو هيجي هنا، مش مهم ايه ان هو يثبت لحد هنا، انا كده كده عايز المرد بس لحد ايه خط الستر. تمام. وهنيجي برضو هنا ونظبط المسافه بتاعتنا واحده واحده كده. تمام. وبعدين هنعمل كده كده، انا طلعت الاول مرد او مساحه المرد بتاعتي اللي هي 1 سنتي، بالنسبه لك انت هتبقى 2 سنتي او 3 سنتي، ده ثابت. وبعدين طلعت 3 سنتي بتوع الكوله. طيب بعد كده بعمل ايه تاني؟ بعد كده بطلع الكوله بتاعتي، انا عايزه احددها زي ما انتم شايفين في الموديل بتاعي، عايزه احددها بس لحد الستر، فهي انا عايزه اوصلها بس لحد الستر، لحد خط الستر. فانا عشان عايزه اوصلها لحد الستر هعمل كده. تمام كده. وبقى ايه يعني مش بجيبها كلها، لا هي بس دي. تمام. وبعدين بنيجي بقى بنمسك اول النقطه دي اللي احنا عملناها، وبنطلع كمان مساحه الحرده الخلفيه بتاعتنا، الحرده الخلفيه يعني الحرده الخلفيه مثلا لو دورانها 4 سنتي، فانا هطلع الاربعة سنتي بالنسبه لي انا. طبعا انا شغاله على تطلع الاربعة سنتي، طبعا انت شغاله على النص او الربع على حسب ما انت تشتغلي، لو بتشتغلي على الربع يبقى ساعتها هتطلع 2 سنتي او 2 سنتي، يعني انت بتشتغلي على الربع هتطلعي 2 سنتي، وبعدين لما هتفتحي وتجمعي الاجزاء مع بعض هتلاقي نفسك وصلتي ل 8 سنتي دوران الرقبة الاساسي. طيب لو دوران اللي بتشتغلي على النص فهتشتغلي زي على النص، هتشتغلي على 4 سنتي. تمام. فانا هشتغل هنا كده على 4 سنتي، وهوصل النقطة دي النقط دي كلها ببعض كده. تمام. هنا بقى انا مش هدي فراغ، لان انا هنا ده اولا زي ما اتفقنا عينة صغيرة مش كبيرة، بس انت بالنسبة لك هتطلعي 3 سنتي، هتدي 3 سنتي مساحة فراغ عشان هي بس الورقة مش هتكفي 3 سنتي دول بتوعك. تمام. وبعدين هنوصل 8 سنتي. ليه 8؟ عشان خاطر الكورة بتاعتي تبقى كبيرة، دي بتحكم فيها. اول تعديل خدناه، طبعا اسفة على الدوشة، اول تعديل خدناه ان احنا طلعنا 1 سنتي، بالنسبة لك انت هيبقى 2 سنتي، فدي 2 سنتي. وبالنسبة للمسافة دي احنا بناخدها يا اما 8 يا اما 10، ده بالنسبة للحاجات الصغيرة، ايه مش صغيرة يعني ايه زي جاكيت او بلوزة، اما بالنسبة للبلطو او حاجة كبيرة دي ممكن تاخديها عادي 15، فبتوصل وتكبري عادي جدا مكان الكولة دي. تمام. فهنا ممكن توصليها يا 8 يا 10. تمام. ومن فوق لما بتاخدي 8 و10 تحت بتحطي فوق 12 او 14. طيب لو خدت 8 يبقى هحطها فوق 10، يبقى تحت 8 وفوق 10. طيب لو عملنا ده كده دلوقتي هتلاقي ان ده وده هتلاقيهم زي طين على بعض بالظبط. تمام. تمام. بالنسبة بقى للتعديل التاني اللي احنا عملناه، اللي بدل ما يعني دي كولة عادية جدا خالص، كولة سهلة وبسيطة، بس حطينا لها بقى عند الستر، ده التعديل التاني. طيب هي الكولة ممكن تتحط فين؟ بتتحط عند الوسط اغلبيتهم، ودايما عند الصدر وعند الوسط. طيب بتتحط فين بقى؟ عند الارض يعني عند خط الارداف اللي بيبقى من تحت ده، بتتحط في مرحلة واحدة بس، لو ده بلطو طويل بطول يعني بطول الديزاينر او يعني الشخص اللي انت بتعملي له البلطو ده او الشخصية اللي بتعملي لها البلطو دي، فانت بتعمليها لها بطولها. تمام. فطالما هو طولها مثلا لو 150، فيعني مثلا هنقول ان الحد مثلا 75، هنقسم ده طول لحد الارداف 75، فاحنا بناخد ال 75 دول طول، بتبقى الحق يعني بتبقى الكوره بتاعتها جايه في صور انا هوريها لك برده بطريقه سهله قوي وبسيطه ان شاء الله نشتغلها مع. طيب دي التعديلات اللي احنا عملناها في البطلون الامامي. طيب نقص بقى مع بعض بسرعه جدا. طيب اهم حاجه بقى ان في عندنا ضلفتين، نجيب بس البطلون تاني، عندنا ضلفتين هنا. تمام. الضلفتين دول لازم يكونوا اكبر من الضلفتين الاماميين. طيب فاحنا هنعمل ايه؟ هنقص كده ثانيه واحده بس الاول، لازم تلك خطا،
هتعملي خط كده من باقي، مثلا لو انت بتشتغلي على القماش او على الورق هتجيبي من عند الورق او القماش، وهتعملي الخط اللي انا عملته ده لسبب واحد، ليه؟ عشان خاطر تاخدي القماش ده او الحاجات دي وتاخديها ده لخطين تانيين، تمام؟ يبقى من نفس القماش، لان هي كده كده برضو الضلف ديت مفتوحة مش مقفولة، تمام؟ ثانية واحدة بقى. كل ده لحد دلوقتي ده الامام، انا اديت الوسع لنفسي وانا بقص، تمام؟ يعني مفيش حد مثلا عملت البطلون واتلخبطت في حته الوسع دي، لا ما تتلخبطيش وتقولي لا انا باظت الدنيا معايا، لا ما تقوليش كده خالص، بتدي الوسع عادي جدا وانت بتقصي، القص بيظبط لك الدنيا بتاعتك، تمام؟ واحده واحده بس، واحنا بنقص اللي انا بص دي اسمها القصافة، هي بتاعة التطريز احنا قبل كده شفناها في التطريز، بس هي برضو ينفع ان انا اعمل بيها كمان ورق، لان هي اصلا بتاعة ورق يعني استخدمها ده وده فعادي يعني، تمام؟ وبعدين بنقص الضلفة دي من الاول دي، تمام؟ ناخد دي كده بس ورقة ماشية كده. انا خلصت الجاكيت بتاعي او الجزء الامامي، تمام؟ الجزئية دي عايزة تخليها وتحطي فيها زراير وتقفليها بيها، تمام؟ مش حابة خالص برضو، تمام؟ عايزة، تمام؟ بصي اهو الكولة بتاعتنا اهي اتعملت، طبعا هتتكوي الجزئية دي زي ما اتفقنا، حسب ما انت حابة، عايزاها عايزاها مش عايزاها خلاص، يعني انا مش هيهمني اي حاجة فيها غير بس في الجزئية اللي فوق، بس انا خدت الجزء اللي فوق خلاص مش محتاجة الجزء ده، انا بس حبيت اوريكي لو خدتها ايه اللي هيحصل، تمام؟ هني دي برضو ينقصها برضو، هنقص لحد فوق كده، طيب. وبعدين هنعمل كده نسقط الكورة بتاعتنا، وادي الكورة من الناحية التانية، تمام؟ ثانية واحدة بس عشان فيها غلطة اللي هي المفروض تبقى هنا، دي تبقى كده، تمام؟ وادي الجاكيت بتاعنا، تمام؟ طب بنقفله ازاي؟ ده بتقفله ازاي؟ ده طبعا بتلفيه انتي على ال بتيجي كده اهو، بالنسبة لك انت طبعا هيبقى على المكان اسهل، تمام؟ وبرضه هحاول ان انا اوريكي الكولة على المكنة بتتعمل ازاي بطريقة سهلة قوي قوي وبسيطة، كولة الجاكيت او كولة الريفيرب او كول شيرت، تمام؟ فكل ده احنا هنشتغله على المكنة واحدة واحدة. طبعا دي بتتلف حوالين دوران الرقبة الخلفية، واللي انا هقص برضه معاكم، وبكده انا خلصت الجزئية دي، هركب بس فيها الكشكشة وبعدين هرجع اقص الجزئية بتاعت الخلف، تمام؟ انا عندي هنا دي متقسمه اصلا اهي، ادي تقسيمتها اهي عشان خاطر هي اساسا جايه في النص كانت، وهنظبطها تمام كده، وبعدين بنيجي هنا كده اهو وبنعمل كسره الاول، اول كسره معانا اهي، بشيلك واحدة واحدة عشان تفهمي التصميم جه منين وراح فين. طيب انا هعمل كل الكتر دي وبعدين اقص الزيادات، انا مش عايزاها تبقى طويلة، لو انت حابة تقصي حابة ان انت عايزاها تبقى طويلة مثلا لحد الوسط ومثلا من بعد الوسط، تمام؟ يعني لحد الارداف، تمام؟ ماشي. مش حابة وحابة ان انت ترسميها زي بالظبط في الصورة وزي البروج اللي انا عاملاها قدامك برضه، تمام؟ مفيش اي
زيادات اقصها خالص، مفيش اي زيادات فيها اقصها ليه، لان دي كشكشه، ده توسيع. طيب الكشكشه والمكسرات والحاجات دي كلها بتعمل ايه؟ طيب بالنسبه لاي تصميم بتدي وسع، بتدي وسع يعني ما بتبينش الحاجه اللي هنا. تمام سريعه ده، بس اظبط الميه بتاعت ده اول، انا مش عايزه الشكل ده يبان كده. طيب بعد كده انا هقصرها، دي هقصرها لان زي ما اتفقنا مش حابه ان هي تبقى طويله زي الموديل اللي قدامي في الصوره دلوقتي، فانا عايزاها تبقى زي الموديل بالظبط. تمام هقصرها عادي انا قصيتها تقديري. تمام وهنا ناحيه تانية برده قصيته تقديري. احنا هنظبط بس الاول الجزئيه دي كمان ونعمل. تمام طيب برضه هجيبها دي تقديري، مش هجيبها نظريا، هجيبها تقديري كده اهي، تقديري برضه وجت تظبط على فكرة. طيب نيجي نقيسها بقى، طول دي بالظبط يعني من اول فوق لحد ورا دي تمرين 3.5، ودي هتبقى نفس الحكاية 3.5. تمام 3.5 ادي الجاكيت بتاعنا اتعمل. طيب عايزين بقى نعمله في الخلف ونشوف هيبقى عامل ازاي. طيب نقص الخلف بسرعة برضو، بطلون الخلف اهو الاساسي اقصه. طبعا زي ما شايفين انا عاملة له حردتين لان بطلون الخلف بتاع الجاكيت كده كده بيتحط فيه الكولا فبتداري اساسا النزول او الوسع بتاع الخلف من ورا، فانا ايه كده كده هشتغل على الحردة الخلفية مش الامامية اللي هي الصغيرة، فهي مش هتفرق معايا كتير. هنا مش هوفر لك ثانية واحدة، بس كده. وكده هنيجي بقى نخيط، لازم نخيط بقى الأجزاء دي في بعضها. طب هنخيطها ازاي؟ هنخيطها ازاي؟ تعالى ثانية واحدة، هنيجي هنا هنحط الكتف ده على الكتف ده. تمام عايزة تظبطي الكتف على بعض أكتر، تجيبيها من عن طريق حردة الإبط وتحطيها كده، وتحطي كمان الكتف على الكتف ده، وتشيلي كده الجزئية بتاعت الكورة عشان تداري بيها الخياطة. وبعدين هنجيب هنا برضو الجزئية دي، وبالتالي الجزئية اللي احنا عاملينها الزيادة بتاعت دوران الرقبة رجع لورا، هو مش محتاج منك انك انت تخيطيه بعد كده، بتخيطيه فيها. تمام ده بنفس الشكل ده، بنفس الشكل ده. طيب اهو تمام كده. طب ثانية واحدة بقى نقفل الجزئية دي عشان اوريكي في الاخر خالص الشكل بقى عامل ازاي. طيب على هنقفل في الجناب. طبعا الجاكيت من قدام هيبقى جايب وسع سنة، فانت حابة تضيقي بتضيقي، وانت على المكنة حابة تسيبيه واسع من قدام وضيق من ورا زي بالظبط البدل، تبقى شكلها حلو قوي. تمام انا بس هحاول ان اظبطها مع بعض اهي. تمام كده كده انا خلصت الموديل بتاعي، لسه فاضل كم بس هعمله وهوريكي بيتعمل ازاي بطريقه من غير بطون. الكم بيتعمل يا جماعه من غير بطون. طب ازاي بيتعمل؟ بطريقه سهله قوي قوي قوي. تمام وبكده اتظبط معايا الموديل بتاعي. طبعا انا من ورا عامله الوسط مصغراه ومن قدام سايبه الوسط زي ما هو، فعشان كده من ورا انا مقسمه الدنيا، وطبعا ده بيتخيط وبيرجع لورا كده يعني بأي خياطه بتاعته. تمام وبتزبط. طيب يلا بينا بقى نعمل الكم. نعمل الكم للجاكيت بتاعنا السهل قوي 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 والطريقه سهله قوي، هنعمله برده الكم. يلا بينا بس ادي القماش بتاعنا اهو، او مثلا
الورق مثلا لو انت حابه او القماش على حسب ما انت بتستخدمي ايه ورايا. وهنعمل القماشه بتاعتي على 4 طبقات، الاول طبقتين وبعدين رجعت طبقتها تاني 4 طبقات. ليه؟ عشان خاطر اعمل الكمين بتوعي بالظبط اذا كان ده او ده. تمام. بنجيب بقى البلوزه اللي احنا عملناها، او مثلا قبل ما نشتغل يعني قبل ما نقفل الدنيا دي كلها، بنجيب البلوزه وبنجيب حلقة الابط ونحطها بنفس الوضعيه دي بنفس الشكل ده. تمام. دلوقتي بنحطها بنفس الشكل ده كده كده. انا مش محتاجه البلوزه تاني في حاجه خلاص، انا كده خدت اللي انا عايزاه من البلوزه بتاعتي، وكده هعمل الكم بتاعي بطريقه سهله قوي بسيطه. طيب، من طول الكم ده او طول الخط اللي احنا اخدناه ده كام سنتي؟ 4 سنتي. طيب، اول حاجه بنقسمه نصين، وبعدين بنرجع نعمل هنا 2 سنتي وهنا 2 سنتي. طب انا ليه عملت كده؟ عشان خاطر اطلع هنا 1 وانزل هنا 1. تمام. اما هنا بقى دي بتفضل ثابته. طيب، بالنسبه بقى لطول الكم انا عايزه قد ايه؟ انا مثلا هاخد تلت، التلت مثلا. تمام. فانا همشي كده من اول هنا ده كده التالت. طيب، ودلوقتي انا عايزه مثلا بعد كده عند الاسوره هنا ما تبقاش جايب دي، جايب وسع. طب اعمل ايه وانا مش عايزه اخديها وسع؟ بتيجي برده من نفس القماشه كده، بتيجي كده زي التمانية او السبعة، فاهمة ازاي؟ بصي اهي كده، بس هي مش هتيجي مظبوطة هنا عشان خاطر الورق اهي. تمام. المهم نوصل النقط بتاعتنا ببعضها. طبعا بيجي هنا بنقفل الكم الاتجاه ده برده من نفس الاتجاه ده ونقفله، بننزل كده عشان بس اوريك الكم في الاخر هيبقى عامل ازاي. تمام. وباجي هنا من نفس الشكل ده، ثانية واحدة بس، الاول بوصل هنا كده وبعدين باخد دي كده، ثانية واحدة هنا باخد اهي. تمام كده، بجيب النقط بس بظبطها وبعدين باخد النقطة التانية. تمام. وبعدين باجي بالزاوية بتاعتي، وبكده انا عملت الكم بتاعي بطريقة سهلة وبسيطة. طب يلا بينا نقص ونشوف هيطلع بالظبط قدها ولا لا. طبعا دي بتتخيط تاني، الجزئية اللي انا عاملاها 7 دي، عشان كده انا فصلتها عن بعضها. طيب، انا دلوقتي مش عامله السبع، عملت الكم على طول. طب انا اعمل ايه؟ وعايزه ادي السبع دي للاسمره مثلا، دلوقتي ما قصيت اهو وما خدتش، وكده انا قصيت الكم بتاعي بطريقه سهله وسبت السنتي اللي احنا خدناه ده من بره ده، سبته ليه؟ عشان ده بيبقى خط خياطه زي ما انت حابه، بتبقى فيه 1 سنتي او 1.5 سنتي خط خياطه. طيب، دلوقتي انا قصيت لحد الاسمره مثلا وما خدتش الوسع بتاعي، طب اعمل ايه؟ بتيجي من هنا، بتيجي من اول الخط ده، بتقسمي الكم زي ما انت حابه. تمام. الكم عندي هنا هيبقى مثلا انا عندي هنا 18 سنتي من اول فوق، بناخد الطول 18 سنتي من اول دخول الحرد. تمام. 18 سنتي. طيب، 18 سنتي يعني هتبقى بالظبط ايه؟ هنجيب ال 18 دي ونقسمها نصين وهتبقى 9 سنتي. تمام. وهنيجي هنا خط كده، وانا مثلا عايز اخد لحد الاسورة بس زيادة، فانا هنزل باخد التسعة اهي، انا عملت هنا 9، بقسم التسعة كمان على الاربعة، يعني 9 تبقى على 4.5. تمام. وهنقسمها، وكده انا خدت الجزء بتاع الاسورة وبقصه بفصله، وبعدين باخد 3 او 4 خطوط بالظبط، وبعدين بفتح قماش او بفتح البطرون بتاعي، وبعدين ممكن احط تحتيه ورق ويتظبط بالظبط عليها. تمام. وهتبقى بنفس الشكل اللي انت شفتيه ده. طيب، ده طريقة سهلة برضو بسيطة. اما بالنسبة اللي انا عملتها في الاول دي، دي طريقة اسهل برضو منها، انك انت تجيبي القماش بتاعك وتعملي اسورة كده. تمام. وبتيجي من هنا كده تاخدي السبعة بتاعتك بتاعت البطرون، وبتاخدي كده الطول كله، تمام كده. ومثلا انا حابه هنا من هنا خليها برضو جايه بالزاويه عشان خاطر تبقى باينه اكتر،
تمام. فانا هعمل كده اهو، وادي طبعا الاسوره بتاعتي اهي، دي الاسوره خلاص. وبنحط هنا كشكشه، لان احنا طبعا انت لو حابه توسعي فوق وتحت يبقى بتعملي ايه، يبقى تخلي الزياده اللي انا خدتها من هنا وهتظبطي، ومش هتوسعي مش هتدي الكشكشه. بس اللي انا عملته ده هخلي فيه كشكشه طبعا في الكم، فالكشكشه دي هتبقى من اول هنا لحد تحت، لحد تحت دي هتبقى واسعه تمام. هتبقى دي جايه بوسعان زي بالظبط في الطقم عندك او البلوزه عندك، بطريقه سهله قوي او بسيطه. وده الكم بتاع البلوزه، ودي البلوزه اللي احنا عملناها مع بعضنا، طريقه سهله قوي 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 وما فيهاش اي تعب خالص. بصي ما فيهاش اي مشاكل بالنسبه للدبوسه اللي حاطاه هنا، لا ده هنا بس عشان خاطر انا اقفل الدنيا. بس بالنسبه لك انت حابه تحطي هنا زراير وتبقى زي الجاكيت تمام، حابه تقفليها كلها وتبقى كل عيقه او بتبقى منظر، او بتقفليها لحد هنا مثلا. انت كنت محجبه مثلا، فانت لو محجبه ممكن بقى ان انت تلبسي، اكيد طبعا اكيد اكيد هتلبسي تحتها دي، فاللي هو هتداري الدنيا دي كلها بس لحد هنا تقفليها بالخيط، يعني تقفلي ده كله بالخيط لو انت حابه. مش حابه وحابه تسيبيها مفتوحه تمام زي ما انت حابه. بس هي البلوزه نفسها بالنوع اللي هي بتداري الدفايات. يا رب يكون الفيديو عجبكم سهل وبسيط، ويكون الشرح سهل قوي قوي وبسيط يا رب. ويا ريت لايكات كتير كتير قوي قوي وتعليقات اكتر، عشان خاطر يوصل لكم كل جديد انا منزله. ولو اول مره تشوفيني اول مره تعرفيني، يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان خاطر يوصل لك كل جديد انا منزله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، مع تحيات مريم احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.